السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صحبة وأنا معهم. الحقيقة النهاردة قبل ما أتكلم عن الصحبة وأنا معهم عاوز أقول حاجة مهمة جدا، وقبل ما أقدم ضيفي عاوز أتكلم معاكم دقيقتين. يا جماعة، الكمامة دي مطلوبة إن إحنا نمشي فيها، نمشي في الشارع بيها، نروح أي مصلحة حكومية نمشي بيها. يعني الكمامة دي مهمة جدا. النهارده في ظاهره ان اختفت الكمامه، يعني يمكن كانت في البدايات، يمكن لما ظهرت الكورونا كنا بندور على الكمامات، وبعدين كانت ناس كثيره كانت بتلبسها. دلوقتي لا عادش حد بيلبس كمامه، ما عادش حد بيحط حتى المطهرات، ما حدش الجوانتيات، رغم ان كل ده متوفر، يعني كل الحاجات دي متوفره. فعشان كده احنا شايفين اوروبا دلوقتي كلها اغلبها قفلة. يعني رغم أمريكا مشغولة في الانتخابات، لكن امبارح كان عدد الإصابات فيها 100,000 في الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانيا قفلت، إيطاليا قفلت وعملوا بإجبار، في أسبانيا، في كل الدول بدأت إن هي فيه، وإحنا داخلين الشتاء. يعني في عندنا في الانفلونزا، لكن بعد الانفلونزا بتيجي ممكن يعني الكورونا، وبعدين لسه قاعدين في الابواس والاحضان والسلامات وكل ده. يا جماعه، في حاجه اسمها التباعد الاجتماعي. يعني كورونا يعني بتصيب الناس كتيره جدا. احنا شفنا اللي حصل في الجونه، ناس راحت هناك في الحفله والمهرجان، ومهرجان كويس، واحنا بنشجع ان يكون في مهرجانات سياحيه وكل ده، لكن احنا عاوزين نقول يا جماعة التباعد الاجتماعي مهم. اللي يحس بنفسه ان هو يعني عنده شاكك بنسبة فيه، مش لازم ان هو يقعد يسلم وياخد الناس بالاحضان والابواس والكمامة. الكمامة دي مهمة، والله مهمة. فعشان كده ارجوكم احنا بنقول ان الكمامة دي ايه مهمة. عشان كده احنا يعني نتمنى ان نلاقي ظاهرة انتشار الكمامة، كل واحد يعني في الاوتوبيس، في الميكروباص، في التاكسي، في على راكب العجلة، على الموتوسيكل، وهو ماشي لازم تكون الكمامة موجودة، لان الفيروس ما بيرحمش. وحتى ان كل الناس بتقول، او العلماء والخبراء بيقولوا، ومنظمة الصحة العالمية، ان الفيروس في مرحلته التانية او الموجة التانية بتكون اشد واشد واشد. حتى قيل ان في موجة تالتة كمان، مش عارفين امتى. لحد دلوقتي ما فيش لقاح، لحد دلوقتي ما يعني اللقاح في العالم كله ما فيش. فعشان كده البسوا ارجوكم الكمامة. طيب نخش في موضوع حلقة النهاردة. يمكن حبيت النهاردة ان انا اتكلم عن موضوع مهم جدا. لما الكورونا جت، في ناس كثيرة جدا تخوفت ان هي تروح لعيادات الدكاترة، خافت، وبالذات يعني عيادة الدكتور الأسنان. دكاترة الأسنان يعني عدد كبير جدا، يمكن في مصر جدا في مشاكل معاه في السنان، عنده مشاكل في السنان والأطفال الصغيرين وكده. ففي ناس بيخافوا يروحوا، لأن سمعوا أن العدوى بتنتقل من المعدات والحاجات اللي موجودة، وخاصة في من يعني أي مريض في السنان بيخاف دلوقتي يروح لدكتور السنان. طيب هل صحيح أن عيادات الأسنان ناقلة لفيروس الكورونا؟ هل ان الدكاترة بتوع المعدات اللي معاهم أو اللي بيشتغلوا بيها بتنقل للكورونا؟ عشان كده الناس بتخاف ان هي تروح. طيب هيعمل ايه المريض اللي عاوز يركب سن، اللي عاوز يشوف درسه، ما هيقعد على المسكنات لامتى؟ طيب عشان كده انا النهارده ان انا حبيت ان انا استضيف معانا الدكتور محمد لؤي، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان. اهلا بك يا دكتور. اهلا حضرتك. اضافه ان احنا هنحط المخرجنا الكيلاني هيحط لنا ارقام تليفوناتنا على الشاشه، واي ام او اي مريض او اي واحد عاوز يتكلم او عاوز يسال الدكتور عن موضوع السنان او المشاكل اللي بتواجهه في السنان، او ايه هو اذا كان يقدر يروح لعياده السنان في اثناء وجود مرض الكورونا او فيروس كورونا، ده اللي احنا هنستطيع يعني نجاوبه من خلال اتصالاتكم التليفونية. اي حد عنده سؤال فممكن يسأل الدكتور محمد لؤي. دكتور، يعني خليني انا بدأت كلامي عن ان الناس بتخاف تروح عيادات الدكتور، وخاصة دكتور السنان، علشان ان بيقولوا ان المعدات اللي موجودة من الممكن والسهل ان هي تنقل عدوى الفيروس كورونا. في الحقيقة اي مكان
اي شخص ممكن يروحه حتى لو مش مريض، ممكن يبقى مصدر عدوى وانتقال لفيروس كورونا. لكن احنا كل اللي محتاجينه في كل مكان هنروحه ان احنا ناخد الاجراءات الاحترازية، وان احنا نعمل حسابنا ان احنا يبقى في مسافة تباعد ما بيننا وما بين الناس اللي بنتعامل معاهم، ونلتزم زي ما حضرتك نوهت في البداية بالماسك وبالمطهرات والجلوفز والحاجات اللي زي كده. لكن بالأخص عيادة الأسنان ليها وضع خاص، لأن احنا قبل موضوع فيروس كورونا ده فإحنا بنحرص تماما على تعقيم العيادة من كل حاجة. يعني حضرتك قبل يعني قبل اي مريض بيخش، ما انت ممكن يكون عندك 10 حالات في اليوم في العياده، تمام. يعني طبعا هل بقى ان هو بتعقم كل حاجه مجرد لما يخرج المريض ده هتعقم؟ بتقول له اقعد على الكرسي وفي معدات وفي حاجات وهيفتح فيه، ما هو بيخاف المريض يروح لدكتور السنان عشان كده. ما هو احنا قبل فيروس كورونا خالص عندنا فيروسات تانية ممكن تتنقل عن طريق برضو عيادة دكتور الأسنان، فاحنا عندنا إجراءات احترازية وتعقيمية بنتبعها في العيادة عشان نقدر نحافظ على صحة المريض وصحة الدكتور كمان، عشان الفيروس ده ما يتنقلوش، سواء من أجهزة تعقيم حديثة بتقتل الفيروسات اللي موجودة دي، أو من مطهرات بتترش على الأماكن كلها اللي ممكن المريض يلمسها، حتى كمان الأدوات اللي بنستخدمها أكيد بنستخدمها مرة واحدة للعيان، حتى الكوبايات هي كوباية واحدة بس العيان، وبعد كده بتترمي الحاجة اللي بتشفط المية من أو اللعاب من بوق المريض مرة واحدة وبتترمي، حاجات كتير قوي بتترمي بنستخدمهاش غير مرة واحدة بس. فحتة التعقيم والحماية من الفيروسات هي موجودة من قبل الكورونا. طيب في عصر الكورونا هل زاد علينا حاجة؟ زاد علينا طبعا ان احنا بقينا المفروض بنعمل زي وقت كده ما بين كل مريض والتاني عشان العيادة ما تبقاش زحمة، عشان ما نبقاش احنا بندعو الناس ان هي تتجمع في العيادة، في دكاترة مثلا بتفتح الموضوع ان يبقى عنده في الريسبشن مثلا 10 او 12 حالة مستنيين، فدي دعوة منه ان انا بجمع الناس كلها في مكان واحد مغلق، فده شيء مش مظبوط. فالحاجات اللي زادت علينا ان احنا بنعمل وقت ما بين كل مريض والتاني عشان ما يحصلش نوع من انواع الاختلاط ما بين المرضى وما بين بعضهم، والمفروض يبقى العياده فيها مصدر مصادر التهويه الجيده، وان هي تتهوى كل يوم وتتعقم، ويعني دي معظم الحاجات اللي احنا نقدر نعملها لحد ما ربنا ان شاء الله يسهل ونلاقي لقاح او مصل يعني نخرج بيه من الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي. طيب قبل ما اسال حضرتك السؤال الثاني، بقول للساده المشاهدين ان ارقام تليفوناتنا موجوده، واي حد عاوز يسال دكتور الاسنان الدكتور محمد يساله، واحنا في انتظار اتصالاتكم التليفونات، والتليفون مفتوح في اي لحظه ان انتم تتكلموا ايه معاه وتسالوا اسئلتكم المطروحه. طيب دكتور، يعني هل الفيروس بقى، يعني انت قلت لي يعني ممكن يكون في فيروس اخر غير الفيروس ايه اللي انتقل فيه، ايه هو يعني السنان بتكون سهلة ان هي تكون ناقلة للعدوى او قابلة للفيروسات؟ يعني معروف قوي يعني من سنين فاتت كتيرة ان فيروس سي من الفيروسات اللي بتتنقل عن طريق يعني ده معتقد عند الناس انه بينتقل عن طريق عيادات الاسنان. يمكن ده نتيجة ان ممكن التعقيم ما يبقاش جيد، او ان الدكتور ممكن يكون لو ظروف العيادة ما بتعقمش او حاجة. طيب ما نقدرش يعني نجزم بالاسباب ايه الا لو شفنا العياده وعرفنا هي بتعقم كويس ولا، لكن في حاله ان العياده بتستخدم احدث الاجهزه وبتستخدم البروتوكول المظبوط في التعقيم مش هينتقل اي فيروس. طب معانا محمد من الشرقيه، اتفضل يا محمد. الو محمد، طب كلمنا تاني يا محمد. طيب حضرتك بتقول البروتوكول، طيب انا عاوز اسال السنان ايه هي الفيروسات اللي ممكن تكون قاتله او موجود اللي تقدر تخش بتسبب مشاكل ايه في سنان الانسان؟ يمكن هو مش فيروس بقى، يمكن اكتر حاجه خطر وكلنا عارفينها هي التسوس، يعني تسوس الاسنان طبعا من اكتر المشاكل اللي بتخلينا يعني ننحدر في منحنى ان يحصل تسوس، بعد كده يتعبنا مع سخن مع سائع، فنوصل عصب، فنهمل شويه فيتكسر، فنخلع، فنروح لتركيبات ثابته ومتحركه، ونروح لزراعه وحاجات زي كده. فاذا البدايه او المصدر هو التسوس. التسوس. طب كيف نتجنب التسوس يا دكتور؟ يعني التسوس ما هو ده بتيجي يعني واحد يلاقي حاجه سودة كده اهو موجوده، دي اللي موجوده نتجنبها ازاي التسوس؟ شوف يا استاذ طارق، ببساطه شديده احنا عندنا معادله
المعادلة دي لو اتحققت هيحصل تسوس. احنا كلنا بناكل، وجود الأكل لفترة زمنية طويلة جوه البق في البيئة الخصبة اللي جوه دي بتكون نوع من أنواع البكتيريا اللي مع الوقت في عنصر وجود الوقت يحصل تسوس. إذا لو أنا أفقدت المعادلة دي عنصر وهو الوقت مش هيحصل تسوس. يعني أنا لو باكل وبعدها غسلت أسناني أو اتمضمضت أو اتبعت النصائح اليومية للعناية بالفم مش هيحصل تسوس خالص. طب ممكن حضرتك تسألني إيه اللي لازم أعمله؟ طب إيه صح، إيه اللي لازم أعمله طيب؟ إيه اللي لازم أعمله؟ على الأقل لازم نغسل سناننا 3 مرات في اليوم. 3 مرات. 3 مرات في اليوم. حتى لو نغسلها مرتين ها ده يبقى كويس. يعني الصبح وبالليل ده لازم في نص اليوم لو نقدر يبقى ممتاز قوي. نقطة غسيل الأسنان دي محتاجين بس نعلق على نقطة إن أنت محتاج، كل مريض محتاج إن هو يختار الفرشة المناسبة للثة بتاعته، عشان في ناس تقول لك أنا ما بغسلش أسناني لأن بحس بألم، بلاقي نزيف دم كتير وأنا بغسل أسناني. فإحنا الشركات اللي مصنعة للفرش اللي موجودة عندنا بتنزل فرشة خشنة وفرشة ناعمة وفرشة متوسطة وفرشة أكثر نعومة، فكل مريض محتاج إن هو يختار الفرشة الأنسب ودي اللي بيحددها الطبيب بتاعه. طب معانا أم جودي من أسيوط، اتفضلي. إزي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أيوة ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي معاكي الدكتور. إزي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. انا عندي 3 اطفال عندي 34 سنه. تمام. وحضرتك كل ما دروسي دي مؤلمه بشكل فظيع، يعني باخد مسكنات لدرجه ما دي انتهت خالص من المسكنات. طيب رحت خلعت ضرس العجل، قالوا لي ضرس العجل، رحت خلعت الاثنين، واحد الاسبوع اللي فات واحد الاسبوع دوت، ورحت حشيت 4، قالوا لي ضرسه كلها من تحت عادي 4 ومن فوق 4 عصب. طيب حضرتك انا دلوقتي عملت 1 عصب وراح الدكتوره تعمل لي اشعه، لقيت الدكتور اللي هو الحاجات الرفيعه جدا دي دكتور اتكسر جوه الضرس، فايه الحل فيها؟ رحت اعيد تاني دكتور، قالت لي لازم عمليه، العمليه مكلفه جدا، قالت لي 2000 جنيه، وانا مش حمل ان انا ادفع 2000 جنيه بصراحه. بس الحاجة الثانية دكتور، أنا دروسي كلها باظت خالص، قالت ده من الرضاعة، فهل يا دكتور فعلا من الرضاعة ولا ده إيه ولا أمشي على إيه؟ فمعلش أنا هقفل مع حضرتك وتقولوا هيسمعك في التليفون. طيب شكرا يا فندم، شكرا شكرا. دكتور محمد، يعني هل هي فيها هشاشة مش العظام، هشاشة السنان؟ والله من الملاحظ دايما عند الأمهات، يعني كان الله في عونهم، لأن برضو يعني ديننا ما وصى عليهم وقال لنا الجنه تحت اقدامهم، لان هم بيضحوا بحاجات كتير قوي. والرسول عليه الصلاه والسلام وصى طبعا 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 طبعا. ففي فتره الحمل الطفل يعني بياخد من الام كل حاجه، فهي يعني عندها ما شاء الله ربنا يحفظهم 3 اولاد، ففتره الحمل دي طبعا بيبقى فيها شويه معاناه والم وحاجات زي كده، فالام بتتحمل على نفسها. والملاحظ في الفترة دي ان بيبقى في فترة اهمال بالعناية بالاسنان، وهي الام بيبقى في اوقات حركتها صعبة ما تقدرش تروح للعيادة، في اوقات دكتور النساء بيمنع ان احنا مثلا ندي بنج، ممنوع طبعا ان احنا نعمل اشعة، ففي فترات بنبقى مجبرين نقول لها لازم تاخدي مسكنات وتتحملي لحد ما تتم موضوع الحمل، وبعد الحمل ترجعي لنا بقى ان احنا نعالج الاسنان دي. فبتكون وصلت لحاله طبعا سيئه، فبتكون وصلت عصب مثلا او حاجات زي كده، وعندنا يعني احنا خالعين ضرسين عقل، وعندنا في ضروس واصله عصب بدات في ضرس منهم، وحشينا 4 ضروس، يعني واضح ان في حاجات كتير قوي مصادر للالم. فيلم هندي. واضح ان في مصادر للالم مختلفه. طيب. يعني ناخد، طب اتفضل اكمل لها نقطه الحاجه المكسوره جوه الضرس اللي هي ما قدرتش تخرجها، او هي سؤالها ليه يعني تعمل ايه او كده، اللي هي العمليه دي. في اجهزه حديثه بتمكننا من ان احنا نخرج الجزء ده، او حتى ان احنا نعدي من جنبه ونكمل ونحشي الضرس، لكن لو الاجهزه دي مش موجوده للاسف بنضطر ان احنا نخلع الضرس. طيب معانا نورهان من القاهره، اتفضلي يا نورهان. السلام عليكم. السلام. دروسي كلها مفوته. عشان تهربي تاكلي، عشان تهربي تاكلي حلويات. وانا صغيره كنت بروح حلويات كتير. المهم يا دكتور، انا ولا عايزه احشي ولا عايزه اخلع.
انا عايزه اثبتهم على كده، يعني مثلا ايه اخر سنين كل يوم نسبه التسوس على كده ولا هيزيد؟ لا ما احنا ما عندناش خيارات يعني، ما ماشي احنا مش احنا ما بنقيش يعني، انت مش عايزه تخلعي، بس ممكن يقول لك الدكتور انت محتاجه خلع، يعني ممكن يقول لك ان انت محتاجه حاجات تانية، فانت هتمشي على انا وصفه كشفت الدكتور. وكشفت دكتور قال لي لا حشو ولا خلع، فانا لا يعني ما اقتنعتش، انا قلت هسيبهم على كده ومش يعني مش مطولين جدا يعني، فانا لو غسلتهم بالفرشة الاسنان وكده كل يوم هحافظ على التسوس يعني مش هيزيد. بس يا دكتور طيب خلينا نطلع فاصل قبل ما يجاوب فاصل اعلاني ونرجع لكم تاني، ارجوكم ابقوا معانا. مرة تانية رجعنا لكم تاني ومن خلال برنامج صحبة وأنا معهم، معانا الدكتور محمد لؤي أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. دكتور كانت يعني قبل الفاصل كانت في واحدة من المستمعين مشاهدين كانت بتقول العودة كده ولا عودة كده، يعني عاوزة الأمور تمشي زي ما هي، بس إيه يعني متهيألي عاوزة مسكن دي. هي نورهان 20 سنة عندها أكتر من ضرس مسوس، فراحت للدكتور، الدكتور قال لها يا تخلعي يا تحشي، فهي بتسألني ممكن أغسل سناني بس والتسوس ما يزيدش أو يقف لحد كده، لأن هي مش مقتنعة. يعني أنسب رد على الموضوع ده إن أكتر واحد يعرف قيمة الأسنان ويعرف أهميتها هو فاقد الأسنان نفسه، الناس اللي خلعت كل أسنانها، الناس اللي مش قادرة تحس بطعم الأكل ولا إن هي تقدر تتكلم، الناس اللي بتحس بإحراج في ضحكتها، الناس دي هم أكتر ناس ممكن يقدروا يقولوا لها قيمة الأسنان وأهميتها. في الحقيقة مفيش أعظم من خلق ربنا، السنان لو اتخلعت مش هتتعوض تاني مهما طبعا. كان مهما كان، وهتبقى مكلفة جدا جدا، فلازم تبقى مقتنعة إن الحشو هو أفضل للأسنان من الخلع، لأن الخلع ده بيخليك تخسري ضرس ممكن نستخدمه في الأكل والمضغ، بيخلينا نخسر جزء من ضحكتنا، فالأفضل إن احنا نحشي طبعا. هل نغسل سناننا او نسكت؟ انا مش هقدر اجاوبك الاجابه دي، او انصحك بانك تغسلي اسنانك، او حتى اقول لي خدي مسكنات، لازم تروح لدكتور الاسنان ولازم تحشي اسنانك ولازم تلحقي كل ما كانت المشكله في بدايتها، وكانت كان الحل اسهل وايسر وابسط وارخص كمان. طب دكتور الامهات الحوامل بنسبه الحقيقه في اللي هي في بتعاني من يعني الاطفال بيعانوا من مشاكل في الاسنان، ودوم الاطفال يعني بالذات يعني ممكن نقول هو بيسنن، طيب عرفناها، لكن بنلاقي بقى في مشاكل بقى ايه بتقابل الطفل في سنته، بتكون معوجه، بيطلع السنان مش مترتبه، حاجات كتيره جدا يعني، دي الظاهره دي ليه بقى؟ والله الظاهرة دهيت ليها عوامل كتيرة، لو حضرتك بتكلم عن عدم التناسق في شكل الأسنان جنب بعضها عند الأطفال دي ليها عوامل كتيرة، ممكن حجم الفك، ممكن يبقى فيه ازدحام في الأسنان شوية، حاجات كتيرة زي كده. اتفضل. لكن نقطة الأطفال دهيت مهمة جدا، لو حضرتك بتسألني عن المشاكل اللي بتظهر للأطفال بشكل عام من تسوسات وآلام وإن وشه يورم ويحصل خراج وحاجات زي كده، دي ثقافة محتاجة تتغير. لما الطفل يحط بونبوني في بقه وينام بيه دي كارثة. السكريات زي ما حضرتك سألت أستاذة نورهان من شوية، قلت لها أكيد بتاكلي حلويات وحاجات زي كده، قالت لك طبعا من وأنا صغيرة من وأنا صغيرة، ده لأن هي دي العادة الغلط اللي عندنا. لو أنا بحبك هجيب لك حلويات، هجيب لك مصاصة، هجيب لك بونبوني، حاجات زي طيب. كده، فدي مشكلة كبيرة. خلينا نشوف كريمة من البحيرة، اتفضلي يا كريمة. لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. بعد إذنك عاوزة الدكتور. لا الدكتور معاك، اتفضلي اتكلمي. فضلك الله فضلك الله. لو سمحت يا دكتور، أنا بالنسبة لي الطقم الفوقاني كله، أنا ست كبيرة يعني عندي 60 سنة. الطقم الفوقاني كله شلته، يعني اتشال كله. فعلا ما بيحسش بالأسنان إلا تركها. فعندي طقم اللي هو التركيب متنقل، يعني بشحطه واشيله، فبيعمل لي التهابات في الأسنان، فباكل على اللثة تحت أسنان، أعمل إيه؟ طيب خلاص اسمع، هتسمعني الإجابة دلوقتي يا أم كريمة، شكرا، اتفضل. هو دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. يعني المدام خلعت كل الأسنان اللي في الفك العلوي بالكامل وعاملة تركيبة متحركة بتتشال وتتحط. زي ما قلت برضو من شوية، مهما كان الحل اللي هنعمله، ومفيش حاجة أبدا زي سنة ربنا، ويعني يمكن مدام أو أستاذة كريمة هي اللي تقدر تقول قد ايه السنان مهمه في الاكل والشرب والمضغ والحاجات دي. طبعا. طب الحل ايه بالنسبه لموضوع الالتهابات ده؟ الطقم دوت لو احنا عاملينه حديث او جديد بيحتاج ان الدكتور
تروحي له اكتر من زياره، عشان لو في اماكن ضغط على اللثه او على الفك ان احنا نخفها شويه لحد ما الفك ده يبقى يعني التركيبه المتحركه والفك يطبعوا مع بعض وما يبقاش في اي اذى للفك ده، محتاج يبقى في عنايه خاصه بالطقم ده. يعني مش معقول ان انا الطقم ده انام واصحى بيه 3 4 ايام او اقعد بيه شهر او شهرين من غير ما اشيله، ده مهما كان طقمه متحرك بيدخل تحته اكل، فالاكل ده بيعمل روايح مش كويسه وبيأذي اللثه، فالمفروض ان احنا بنحطه على الاقل لو ما عندناش مطهر للطقم المتحرك ده كوبايه ميه وفيها شويه ملح مظبوط، ونحطه قبل النوم بحيث ان احنا ننظفه ونلبسه تاني الصبح، لكن مش معقوله ننام ونصحى بيه او كده. طب دكتور يعني يعني في ناس يعني حتى كبار في السن لكن سنانهم بيحتفظوا بيها، يعني قليل جدا يعني ما يروحوا للدكاتره، ده سبب هل الاهتمام بالسنان او بالمعجون او ايه السبب ان هو بيكون في ناس يعني واحد عمره 60 او 65 سنه لسه سنانه الحمد لله زي ما هي؟ رقم واحد الاهتمام، رقم واحد واثنين وثلاثة هو الاهتمام، هو العناية بالأسنان، نفس المعادلة اللي احنا قلناها في الأول، لو ما فيش تراكم أكل ما بين الأسنان وبنغسل سناننا بشكل منتظم وبشكل دوري وبنهتم بسناننا والخيط الطبي والحاجات الصحية اللي نقدر نحافظ بها على صحة الأسنان مش هيحصل تسوس، فبالتالي هنحتفظ بأسناننا سنين طويلة يعني. طب دكتور بالنسبة أنت حضرتك بتقول الخيط، يعني الخيط ده هل في ناس يعني بتاخد تسمع بالسلاكة؟ الخلة. الخلة دي كارثة. طب الخلة وفي ناس بتمسك الورق بتعمل الورق والحاجات دي كلها يعني ايه ميزه الخيط ده؟ الخيط الطبي هي اللثه دي يعني لسه جزء حساس جدا، واكتر حاجه انا بسمعها او بسمع مشاكل الناس بتعاني منها اللحوم او الحاجات الفايبرز اللي بتدخل ما بين السنان، فيقول لك هناخد الخله، ودايما تلاقي في مطاعم بتقدم الخله بعد الوجبات يعني عشان ينظفوا بيها. في الحقيقه الخله دي يعني بتاذي اللثه، بتزود الجيوب لو في جيوب ما بين الاسنان، مفهوم الجيب ان في لثه موجوده بين السنان، انا بحط الخله فاللثه دي بتنحصر فتعمل فجوه، فالفجوه دي يدخل فيها اكل فيحصل الم شديد جدا، فالخله دي كارثه. انما الخيط الطبي مصنع بسمك وبمواد معينه بتسمح ان هو يدخل ما بين الاسنان يطلع الاكل بدون ما يؤذي اللثه. طب دكتور احيانا الناس بتغسل سنانها ولكن بتلاقي معها السنان وهي بتغسلها في دم بينزل، ده بقى بتكون التهابات ولا ايه بالظبط يا دكتور؟ دي ليها عدة أسباب، يمكن السبب الأول بيرجع للعناية باللثة والأسنان اللي احنا مفروض بشكل دوري كل 6 شهور نروح لطبيب الأسنان ننظف جير ونشيل صبغات من على الأسنان، لأن الجير ده ما بيتراكم على الأسنان بيأذي اللثة ويعمل فيها شوية التهابات، فبالتالي لما بنيجي نغسل أسناننا واللثة ملتهبة بيحصل نزيف للدم، بيحصل نزيف للثة فبينزل دم كتير، مع اختيار فرشة مناسبة للثة. طيب عبد الله من القاهرة، اتفضل يا عبد الله. عبد الله، ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. وطي بس ده، وطي لو سمحت التلفزيون. وطيته. طب ايه المشكله؟ اتفضل يا فندم. كنت عايز اسال بس دكتور محمد، ليه الاسنان دايما بيبقى في ريحه كريهه؟ ايوه بعدين حاجه تانية؟ لون الاسنان امتى بيتغير؟ طيب بعدين؟ بس كده. طيب شكرا يا عبد الله. اتفضل يا دكتور. الحقيقه احنا لسه قايلين حالا من شويه ان الريحه الكريهه دي بتنتج نتيجه شويه حاجات، منها التسوس، منها ان الاسنان تكون واصله عصب ومتكسره خالص، منها تراكم الجير على الاسنان او بين الاسنان وعلى اللثه، دي تعمل رائحه كريهه جدا. برضو في اسباب تانية يمكن بره الاسنان تعمل رائحه كريهه للفم، زي ايه؟ زي ان المريض يبقى عنده مشاكل في المعده او يبقى بيعاني من امراض يعني زي الجيوب الانفيه او حاجات زي كده، دي ممكن تسبب الرائحه الكريهه اللي بتطلع من الفم. اما لون الاسنان فتصبغات اللي بتبقى موجوده على الاسنان لفترات طويله دي بتغير لون الاسنان. الناس اللي بتدخن، الناس اللي بتشرب قهوه، انا ما بقولش ما تشربش قهوه لكن المفروض تنظف سنانك. ما بقولش ما تاكلش حلويات بس المفروض تنظف سنانك. لكن الحاجات دي كلها تسبب تصبغات وتراكمات على الاسنان. في سبب تاني ممكن يغير لون السنه، لو واحد خد خبطه كده في سنانه من قدام فبيحصل في الحاله دي ان العصب بيموت فالسنه ممكن لونها يبقى اغمق. طيب معانا حمدي من القاهره، اتفضل حمدي. اتفضل. حضرتك انا
انا وزوجتي ورقه الاسنان وكده. معايا حضرتك؟ معاك. فاسنانها وردت جدا وهي دلوقتي ما تعرفش تشم كويس كويس كده يعني، ده الكلام ده بقى اكتر من اسبوع. فالسلطات ممكن تخف بعد فتره وكده، لكن برضك ما زال لسه في شريك في اسنانها وكده. انا مفيش دم ولا في تورم ولا في اي حاجه، بس انا مش عارف ده ممكن مثلا عارف ازاي او ممكن يبقى في غير مستنيات. ماشي يا حمدي، اتفضل يا دكتور. ممكن حضرتك تعيد عليها سؤال، انا ما سمعتش بس كويس. هو بيقول زوجته، هو حمدي معانا يا جماعه؟ طيب هو بيقول زوجته سنانها وارمه ويعني وفي ورم في اسنانها وواقع يعني اسنانها عامله لها ورم يعني. طيب هو المفروض ان هو يتوجه على طول لطبيب الاسنان وان هو ما ياخدش ادويه من نفسه، ده يعني يمكن هو يحتاج بس لمراته لزوجته عفوا، ياخد هي تاخد بس مسكنات عند اللزوم لحد ما تروح لطبيب الاسنان، لان الورم ده اكيد ليه سبب والسبب ده مش هيخف بالادويه في معظم الاحيان يعني. فالمفروض طبيب الاسنان هو اللي هيحدد، يمكن يكون التسوس واصل للعصب فهو اللي عامل شويه ورم في التهابات موجوده او حاجه، فالدكتور طبعا هو اللي هيحدد السبب وهيقدر يعالجه. طيب دكتور يعني عاوز اسال سؤال، يعني هو في كان واحد بيتكلم عن الريحه الكريهه وانت قلت ايه ان الريحه الكريهه ده بتيجي ناتجه عن او يكون في ممكن امراض بطنيه او يكون ايه ان في الاكل او جيوب انفيه وكل ده، لكن السؤال هناك بعض من الناس لما بيجي له مثلا في يعني يقول فينا يعني هل المضمضه لازم يمضمض ويغسل سنانه وكل فيها، هل يحط مثلا ايه عشان يمنع الريحه الكريهه اللي موجوده دي، رغم ان هو بيروح للدكتور رغم الحشو ورغم كل ده الا بيكون في ريحه كريهة في الفم. كلام حضرتك مظبوط، خلينا نضيف على استخدام الفرشه مره صبح ومره بالليل، ولو نقدر في نص اليوم يبقى شيء ممتاز. قلنا من شويه الخيط الطبي، هنضيف كمان النقطه الثالثه ان احنا نستخدم مضمضه للعنايه بالفم. دي طبعا بتهدي من التهابات اللثه اللي موجوده وكمان بتساعد ان ريحه بقنا تبقى كويسه. فدي برده من الحاجات اللي بتقضي على رائحه الفم، ولكن هنرجع تاني لنقطه تكون الجير على اللثه وعلى الاسنان، دي اللي محتاجين نشيلها كل 6 شهور على الاقل عشان نضمن ان ما يبقاش في سبب للرائحه دي. مش بس ان احنا عندنا جير فانا هاخد مضمضه، طب ما هو بعدين ما هو السبب موجود، عايزين نزيل السبب ونهتم بالمضمضه والفرشه والخيط. طيب معانا احمد من الاسماعيليه، اتفضل يا احمد. عفوا محمد، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير الله يخليك. لو سمحت بس عايز اقول للدكتور على حاجه وانا بقى. اتفضل. انا عندي بنت عندها 5 سنين. ايوه. كان عندها ضرس بيوجعها، رحت خلعته، فالدكتور قال لي هياخد فتره وهيطلع لي، ما طلعش تاني يا فندم. شكرا. يا دكتور يعني اختفى راح فين؟ خرج ولم يعد. طيب احنا هي دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، يعني ان اهمية الاسنان عند الاطفال لان ده شيء مهم جدا. هو الضرس اللي اتخلع عند 5 سنين ده مش هيطلع دلوقتي طبعا، يعني احنا عندنا اول ضرس بيطلع للاطفال او بيبدل هو خلعه طبعا، فاحنا مستنيين ان الدايم هو اللي يطلع بتاع الكبار. 8 سنين ده اول ضرس، في ضروس تانية بتطلع بعد عمر اكبر شوية، لكن التبديل للاسنان الاماميه بتبدا من 6، فهو هيبدا يلاحظ من سن 6 سنين ان الاسنان بدات تبدل الاماميه، لكن هو بيتكلم عن ضروس خلفيه، فالضروس الخلفيه دي ابتداء من 8 سنين، وفي ضروس تانية بتطلع بعد 8. فهو محتاج، لو اقدر انصحه نصيحه، ان هو يعمل حاجه اسمها حافظ مسافه، يحفظ بيها المسافه الموجوده لحين خروج الضرس الدائم. معانا احمد من القاهره، اتفضل يا احمد. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك انا كنت عندي ضرس ما بقدرش انام منه خالص، وبيجي عليه ميه ساقعه وميه سخنه، ما بقدرش خالص استحمل يعني خالص الميه الساقعه والسخنه. طيب ايه يعني ايه المشكله؟ ما بيخلينيش انام خالص يعني، ما بعرفش انام منه. طيب شكرا يا احمد. في الحقيقه الاعراض اللي الاستاذ احمد بيشتكي منها دي اعراض التهاب عصب في الضرس. الحل هو طبعا في كل الاحوال لازم يتوجه لطبيب الاسنان، لان اي مسكنات بياخدها او اي مضادات حيويه بياخدها هي مساله وقت، هو بيسكن بس الموضوع.
وطبيب الاسنان بقى هيحدد بناء على حاله الضرس وعلى حاله وحجم التسوس الموجود جوه الضرس هل هنحشي ولا هنخلع. دي بترجع بقى لرؤيه الطبيب في العياده. طب دكتور بالنسبه للناس بتتكلم العصب، يعني ايه العصب؟ يعني عاوزه تفهم ايه العصب. انا بروح بقى الاقي الدكتور يقول لي ايه انت عندك العصب، وفي دكتور تاني مختص هو اللي هيشيل لك ايه العصب. يعني ايه العصب؟ السن عندنا ربنا خلقها طبقات. الطبقه الاولى من السنه بتبقى قويه جدا، الطبقه دي لو حصل ان التسوس بدا ياكل فيها فبنبدا نحس بالام مع السكريات والحاجات البارده بس. هنا نقدر نحشي حشوه عادي وخلاص ونمشي. لكن اول ما التسوس بيزيد ويدخل للطبقات اللي بعد كده جوه السنه، العصب بقى جوه الطبقات دي. فلما اول ما بيوصل للطبقات دي فالعصب ده مسؤول عن نقل الرسائل الحسيه اللي بنحس بيها من سخن وسائع وعض وان هو نحس بنبض في فترات النوم، زي استاذ احمد بيشتكي ان هو ما بيقدرش حتى ينام او يصحيه من النوم او كده. ففي الحاله دي بنحتاج ان احنا ننظف الخلايا العصبيه اللي موجوده جوه الجدر الملتهبه دي عشان المريض يخف وما يحسش بالالم ويقدر ينام ومشكلته تنتهي يعني. طيب معانا حمدي، اتفضل يا استاذ حمدي. انا كنت دخلت دلوقتي معاك بس في معلومه بس عايز اقولها تاني. هو كان مفيش تورم ولا في حاجه بس الالم ما زال موجود يعني من اسبوع، وهي عندها سكر. انا مش عارف ممكن ده يعني تداخل مع ده او مشكله موضوع السكر طول الالم ده، وهل ممكن فيتامينات معينه ممكن اديها لها ممكن كده يعني ممكن حاجه كده مثلا بيتي اعملها. طيب دكتور، في الحقيقه علاقه السكر بالاسنان يعني هو من الامراض اللي بتاثر على الاسنان بشكل كبير. في مقوله كده بتتقال من دكاتره البطنه بخصوص موضوع السكر ده، يعني يقول لك السكر مرض تحترمه ويحترمك. بالظبط، يعني تاكل وتظبط اكلك كويس وتاخد ادويتك لو ليك ادويه، انت كانك مريض عادي وما عندكش مشكله سكر ولا حاجه، واحنا كاسنان مش هنحس خالص انك عندك سكر. فالسكر اولا محتاج ان هو يتظبط لو في اي مشاكل. هل هيأثر على الاسنان؟ بيأثر على عظم الفك وبيأثر على اللثه وبيأثر على حاجات كتيره موجوده. فاحنا عندنا شقين دلوقتي، اولا موضوع السكر ده لو في مشاكل فهتحتاج تتظبط مع دكتور باطني، وموضوع الاسنان ان احنا نكشف عند دكتور اسنان عشان لو في اي تسوسات او اي اعراض موجوده لاي الم نقدر نحدد اسبابها ونقف عليها ونعالجها. طيب دكتور، يعني اذا احنا كنا بنتكلم بنقول ان العصب، طب احيانا هل السن ممكن يسبب ورم في الوش؟ يعني هل السنان ممكن يسبب يخليني يخلي وشي كده منفوخ، ولا ده ولو حصل ده راجع لايه؟ في اسباب كتير تخلي وشنا يورم، منها ان زي ما حضرتك قلت كده موضوع العصب. يعني العصب لو حصل فيه التهابات وتعبني فانا خدت مسكن وقلت لا مش عايز اروح لدكتور الاسنان، او انا خايف اروح للعياده او حاجات زي كده من الاسباب دهيت كلها. البكتيريا اللي بتتجمع جوه الجدر دي اللي انا لسه بقول ان احنا ننظفها عشان نرتاح، فانا لو سبتها هتزيد، فكل ما تزيد كل ما تتعبى تحت الجدر في عظم الفك فيحصل ورم. فلما يحصل الورم ده على طول بقى بنجري لدكتور اسنان، وهنا كل ما كان الاعراض اكتر كل ما كانت الاجراءات اللي انا هاخدها اكتر واكبر. فكل ما نروح للدكتور في البدايه كل ما كان الموضوع اسهل وايسر. طيب معانا سعيد من البحيره، اتفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا كنت عايز اسال الدكتور محمد بس بالنسبه يعني الوقت المحدد، يعني المعاش نقول فيه معاش يغير فيه الاسنان. يعني مثلا عندي بنت 11 سنة كان عندها درسين في الواحد الفك اليمين وواحد الفك الشمال تحت، فالدكتور بيقول دول ما عادش ينفعوا يغيروا يعني مسلمين. فأنا عاوز نعرف إمتى يعني الواحد يتوقف الطفل أو البنت ما عادش نقول خلاص كده ما عادش ينفع انخلع ضرس أو سن. وعندي معلومة عايز برضه أستفسر معلومة ثانية. اتفضل. بالنسبة للشفتة العلوية اللثة من فوق عند بنت من البنات فيها زرقان كده، يعني متغيرة لون اللثة. طيب شكرا، اتفضل يا استاذ سعيد، ان شاء الله في اجابه من الدكتور. استاذ سعيد بيسالني امتى الطفل هيوقف تبديل. يعني مرحله التبديل زي ما قلنا من شويه بتبدا من ست سنين. امتى ينتهي مرحله التبديل؟ تنتهي مرحله التبديل يعني 12 13 سنه، وفي حالات فرديه بتنتهي 11 سنة، وفي ناس بتتأخر شوية ل 14 سنة، وكذلك بداية التبديل، يعني مش ستة بس، في ناس ممكن تبدأ تبدل سبعة، وفي ناس ممكن تبدأ تبدل خمسة ونص، لكن احنا بنتكلم عن رينج من ستة ل 13 سنة،
ده بالنسبة لأول سؤال. تاني سؤال بيسألنا عن لون اللثة. لون اللثة لو هو غامق شوية احنا بنعمل حاجة اسمها توريد لثة أو تفتيح لون لثة بالليزر، ممكن نقدر نفتح لون اللثة لو هي مضايقة المريض. طيب معانا محمد نجيدة، اتفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا محمد أشرف من جديد. اتفضل يا أستاذ محمد. دلوقتي دكتور كان عندي والدتي عندها الناب وسنة قدامه وبعديها على طول كانوا مصوصين واصلين للعصب. في حاجة تابتها؟ حشتهم لها بس حشتهم لها بس لسه في ألم. ماشي. طيب يا أستاذ محمد هتسمع الإجابة من الدكتور؟ استاذ محمد بيقول ان والدته كان عندها الناب والسنه اللي قدام اتحشوا عصب وهي لسه بتشتكي من الم. في الحقيقه احنا عندنا سببين ممكن يعملوا الالم. اولا ان ممكن الحشو ده يكون في مشكله فمحتاج ان احنا نعيده من اول وجديد، وده بيتوقف على صورة الأشعة اللي ممكن ناخدها ونشوف هل فعلا الحشو ده محتاج ان هو يتعاد من تاني ولا هو كويس. والسبب التاني ان ممكن يكون عندنا اسنان جديده مسوسه واحنا مش حاسين هي اللي ممكن تكون مسببه الالم، فاحنا متخيلين ان الناب او السنه اللي قدام هم اللي تعبنا، فده طبعا كله يبان بصوره الاشعه. يعني لازم يعمل اشعه. لازم طبعا صوره اشعه. طب دكتور يعني كنت عايز يقول لك الفك بتاعه ايه المقصود بالفك بتاعه، ويقول لك وايه اللي يقول لك في عمليه جراحيه بتتعمل في السنان. يعني انت ممكن تقول لي طب ما السنان دي عامله زي اي حاجه في القلب، عامله زي العين او كده او بتاع. هل باجراء عمليه يعني ايه اجراء عمليه للسنان محتاجه اجراء عمليه؟ والله هو الفك اولا احنا عندنا فكين، فك علوي وفك سفلي. الفك السفلي اللي فيه اللسان والفك العلوي ده اللي فوق هنا في الجيوب الانفيه والمكان ده هوت كله. يعني بالنسبه لموضوع العمليات فاحنا عندنا عمليات كتيره في طب الاسنان ممكن نجريها، منهم مثلا لو اكترهم شيوعا عندنا ضرس عقل مدفون، فعايزين نفتح في الفك ونشيل عظم ونطلع الضرس ونرجع نخيط تاني لو الضرس ده هو اتعامل مشاكل، فده من الحاجات اللي مرتبطه كلمه عمليه بالفك. في حاجه من الحاجات التانيه ان واحد يزرع، فالزراعه دي عمليه برضو بنطلق عليها مصطلح عمليه. من الحاجات برضو الموجوده واحد عايز يزرع والجيوب الانفيه عنده قريبه شويه من عظم الفك، فانا لو حطيت الزرع هدخل جوه الجيوب الانفيه، ففي حاجه اسمها ان احنا نرفع الجيوب الانفيه دي فوق شويه، دي برضو عمليه من العمليات اللي بتتعمل. فاحنا عندنا اكتر من 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 مصطلح نقدر نطلق عليه عمليه جوه الفك. طب دكتور يعني يمكن الناس الكبار اللي احنا قلنا ان في هل هو محتاج ان هو يزور عياده الدكتور كل مره، ولا خلاص بقى سنانه بتقع وبتتكسر فخلاص في يعني في ناس في سنته تقع او تتكسر او كده ما بيروحش للدكتور بيسيب يسيبها يعني وخلاص بقى انتهى؟ لا احنا ما عندناش عمر افتراضي، ما فيش عمر لتسوس الاسنان او للاهتمام بالاسنان. الكبار الكبير زي الصغير المفروض ان احنا بنزور العياده كل 6 شهور، ده لو احنا كويسين يعني لو احنا حاشين سناننا وتمام وكويسين نزور العياده كل 6 شهور ان احنا نطمن على اسناننا، لو في تسوس بسيط هنلحقه، كل ما كانت المشكله في بدايتها كل ما كانت اسهل. طيب اسمح لي اخد فاصل ونرجع تاني، فاصل قصير وانا اعود لكم. مرة تانية رجعنا لكم في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، ومعنا الدكتور محمد لؤي أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. دكتور يعني إحنا قلنا كنا بنقول إن مفيش سن معين إن إحنا نروح إيه فيه، فهو أوبن يعني سواء كبير أو صغير فلازم إن هو يروح لإيه للدكتور إيه أسنان. طيب المشكلة بقى إيه السواد والصفار والحاجات دي اللي بتيجي وبيكون واحد فيه وبينهم كده إيه فيه، يعني إحنا حتى أسف شديد في بعض الممثلين بيطلعوا على الشاشة وبيكون بتاع السودا وبتاع يعني ما يعني ده ودول ممثلين كأنها حاجة عادية يعني حتى مش عارف يعني. هو اللون الاسود اللي بيتراكم على الاسنان ده بيجي نتيجه التدخين، بيجي نتيجه شرب القهوه الكتير مع اهمال في غسيل الاسنان. فبنعمل عمليه تلميع كده للاسنان وازاله للصبغات اللي موجوده دهيت، والسنان بترجع لطبيعتها تاني، لكن عشان ما نرجعش لنفس اللون من تاني لازم ان احنا نهتم بغسيل الاسنان.
والعنايه بالفم بشكل عام. طيب يعني بالنسبه بقى يا دكتور يعني حضرتك بتقول ثلاث مرات، طيب الصبح وفي، طيب انا عاوز اسال بس سؤال، دلوقتي العلم يعني تطور والتكنولوجيا تطورت، يعني احنا دلوقتي المفروض ان في حاجات بدات بدل البنج، في حاجات ايه بتكون يعني ايه ما اروح انا مثلا بيجي لي الم يقول لك خد مسكن مش عارف ايه وبتاع والكلام ده، في او كان زمان يقول لك خد اسبرينا ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، دلوقتي يقول لك خد مسكن، اصبحت المسكنات هي هل المسكنات دي ممكن تقعد مدة أسبوع ولا تقعد مدة يومين ولا لازم مسكن حتى أنت تقدر تروح للدكتور تاني يوم؟ لا هو الصح إن احنا ما نكسرش من الأدوية دي بدون داعي، فالمفروض لو عندنا ألم إن احنا ناخد المسكن لحد ما يجي الوقت المناسب اللي نقدر فيه نروح لطبيب الأسنان ونزوره، لأن الأسنان رقم واحد فيها إن الدكتور هو اللي يشيل السبب مش المسكنات. فلازم طيب نعالج الأسباب. يعني لازم نعالج الاسباب. طيب يا دكتور يعني بالنسبه للام اللي انت قلت كانت بترضع بسبب ايه اللي بيسبب لها ايه مشاكل او في السنان بتعمل ايه، طب الحاله دي بقى يعني هل الامهات يعمل ايه اللي هي بتجي لها الامراض دي او مرض السنان بيجي لها وهي حامل وهي بترضع وكل ده، هيبقى فين المشكله بقى ناتجه من ايه؟ ناتجه من الام ولا ناتجه من ولاده الطفل ولا ناتجه من ايه بالظبط؟ هي ناتجه من الالام المتعدده اللي الام بتمر بيها فتره الحمل دي، فهي محتاجه ان هي تهتم بكل حاجه. يعني في الاوقات دي بتبقى عندها الام كتيره من الحمل، يمكن ما بتقدرش يعني بتبقى آلام متعددة هي ما بتقدرش ان هي تسيطر عليها كلها بالمسكنات والحاجات دهيت، ففي اوقات كتيرة تنام من غير ما تغسل سنانها، اوقات كتيرة يدخل اكل ما بين سنانها تسيبه وتنساه، نتيجة ان في ألم تاني اقوى طاغي على ألم الاسنان اللي موجود، فهو ده السبب الرئيسي في ان يحصل الآلام اللي موجودة في فترة الحمل. فعشان كده هي فكرة ان العناية بالاسنان بشكل دوري في فترة الحمل او في الايام العادية هي اللي هتخلينا نتجنب ان يحصل تسوسات في الاسنان. فهي العنايه رقم واحد. طيب اخيرا نرجع بقى ايه عشان قربنا كده نخلص، اسال حضرتك يعني بالنسبه نرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنقوله في الاول، هل في امان مره تانية حتى اللي ما كانش حضرنا وحضرنا دلوقتي ان فيروس كورونا ملهوش علاقه بان انت نخاف نروح لدكتور السنان؟ والله هو انا مش هقدر اطلق دعوه صريحه واقول للناس روحوا لعيادات الاسنان بامان كامل، لا انا هقول لكل حد بيسمعني روح لعياده الاسنان لو انت مضطر. لو انت مضطر في حالات كتيره زي ان انت عندك ناس كلمتنا كتير ما بتنامش من الالم، ناس عندها تسوسات بتألمها بشده، ناس وشها وارم، حاجات زي كده، ده مضطر فلازم يروح لعياده الاسنان مع اخذ الاجراءات الاحترازيه، سواء من العياده ومن الطبيب ومن الناس اللي موجوده جوه العياده، او سواء من المريض نفسه هو رايح ان هو يرتدي الكمامه بتاعته، وان العياده تبقى حاطه بروتوكول معين للتعامل مع المريض ده، هو سواء من ان المواعيد ما بين الحالات وما بين بعضها يبقى فيها وقت كافي، يحصل فيها تعقيم، يحصل فيها تطهير، نمنع الاختلاط ما بين الناس او نمنع منطقه التزاحم ما بين الناس على قد ما نقدر. ولكن زي ما قلت ان احنا هنروح لعياده الاسنان لو احنا مضطرين وفي حاله الم. طب دكتور اخيرا يعني تنصح ان 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 ان, إن, إن اي واحد عيان يروح ياخد مسكن من الصيدليه او ان الصيدلي يكتب له اي، يقول له احنا شايفين ان الصيدليه ممكن بتكتب له يدي له اي دواء، وده ممكن الدواء اللي يديه له ياثر على السنان اكتر يعني؟ والله احنا عندنا يعني او المتعارف عليه ان الناس بقت عارفه ايه الادويه اللي بتتعبها، يعني في ناس عندها مشاكل في المعده لما بتاخد مسكنات معينه معدتها بتتعبها، فبيفهم ان لا خلاص انا طالما خدته مره فتعبني فانا مش هاخده تاني، فهو بقى عارف ايه اللي بيريحه من كتر الالام اللي ممكن يكون عدى بيها سواء من السنان او من حاجه تانيه، فبقى عارف ان انا الحاجه دهيت المعينه ما بشتريها بتريحني. فكل واحد بقى عارف دلوقتي ايه المسكن اللي يريحه ويجيب معاه نتيجه من غير ما يأذي، لكن زي ما قلنا في البدايه رقم واحد تتوجه لطبيب الاسنان في اقرب وقت ممكن. دكتور محمد لؤي اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان، بنشكر حضرتك يا فندم على حضورك في صحبه انا معهم، وان شاء الله نلقاك في لقاءات اخرى باذن الله. ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وطبعا على امل ان احنا نلقاكم ان شاء الله قريبا باذن الله، لكن قبل ما نقول لكم الى اللقاء ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم او قريبا باذن الله، ما ننساش الكمامه. الكمامة مهمة جدا، ما ننساش يا جماعة الجوانتي، ما ننساش ان احنا يعني المطهرات، ما ننساش ان احنا نغسل ايدينا، مش احنا نسينا عملية ان احنا كل 5 دقايق 10 دقايق ان احنا نحط ايدينا في المية ونغسل ايدينا، ما ننساش كل ده، فأرجوكم من فضلكم الكمامة مهمة جدا
وايضا ان احنا يعني ان شاء الله ان نستعمل الميه والصابون وايدينا نغسلها كويس، وايضا برضو نحط ايه المطهرات في ايه في ايدينا، وايضا التباعد الاجتماعي ده مهم جدا، مش لازم ان احنا نقرب فيه ونسلم بالكوع السلام عليكم، يعني في حاجات كتيره ممكن ان ايه تتقال. عشان كده بنتمنى لكم الصحه والسلامه، ونتمنى لكم ان تكونوا معاكم الكمامه، وبنتمنى ان شاء الله كل الشفاء لكل مريض. وحتى ذلك الحين لكم مني ارق المنى، هو طارق عبد الجبر يقول لكم في امان الله، وما تنسوش مره ثانيه تلبسوا ايه الكمامه. انا هلبس الكمامه.